فيها الرؤوف مكتوبة بالنور والحروف محمد لمن من الخوف عند الصراط بالخطوات. الغناء هو موروث ثقافي لا مادي طبعا، يا غير هو الاساس عندنا مركز عليه، وخاصه في موسم طنطان مركز على الشعر الحساني اللي هو الغناء، لانه الشعر الحساني ديوان الثقافه الحسانيه، هو الوعاء الحامل للثقافه الحسانيه، يعني هو اللي وصل لنا الثقافه الحسانيه. هو مثلا اذا بغينا نتكلم على الخيام نجبر نصوص شعريه عاطين فيها تعريف الخيام، مثلا من بغينا نتكلموا على الآبار مثلا اللي بالحسانيه الحسيان نجبروا الشعر الحساني عاطيها تعريف، جايب لنا تعريفها، اي مسألة كيف ما كان نوعها بغينا نعرفوها نجبروا الشعر الحساني، هذا خلاهنا نحن السلف، عطاونا تعاريف فنصوص شعريه وتمت توصلنا عن طريق تواتريه، مجموعه توصلها لمجموعه، مجموعه توصلها لمجموعه كذا، حتى وصلتنا احنا بذي والحسانيه من نفسها لولا الشعر الحساني لاندثرت، لما وصلنا احنا من هالشيء، لانه الشعر الحساني تم محافظ على الحسانيه من نفسها، لانه لذلك في الشعر الحساني هو الى بغينا نقوله هو النواة الثقافه الحسانيه، او هو ديوان الثقافه الحسانيه. بالنسبه لخيمه الشعر الليله احنا دائما في اي موسم لا بد لنا من خيمه الشعر، فتعود في الموسم، والهدف منها هو كذلك الحفاظ على الثقافه الحسانيه وننعتوها للمواهب الصاعده، يعني من اجل الحفاظ عليهم، من اجل التمسك بها وعدم اندثارها. الى كيف تلاحظوا كانت خيمه الشعر وكانت مشتركه بين ثقافتين، بين الثقافه الحسانيه والثقافه الاماراتيه شقيقتها في دول الخليج، كانت متميزه بحضور مجموعه من موريتان طبعا اللي اثت المشهد واثت الخيمه رفقه شعراء كبار ومخضرمين وشعراء من جيل الصاعد اللي يحسب لهم الف حساب وهم قادمون. نتمنى انها تعود نالت اعجابكم، نتمنى عن هذا الموروث الثقافي انه يتم محافظ عليه ويعض عليه بالنواجد، تنعطى له قيمه في اطار تثمين الثقافه الحسانيه اللي حث عليها الدستور وحث عليها صاحب الجلاله في اكثر من خطاب. اليوم في النسخه 16 من موسم الطنطان تستمر الحمد لله الفرجه، تستمر متابعة الجمهور الشغوف بذا النوع من الموروث وبذا التراث. بشين بش عن حياة كانت هوم عن ذكريات، كانوا هوم ومجد وعادات، كان وكان اللي يتمناه وكانوا هرويات وكانوا قطعات العنة الخيل والأسلاف والأبواب، كنت انه وحاسنا وانت انه فتح الأخلاقات وعلى الأخلاقات تنتنا.